لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة المدى، الأمن والدفاع تحقق في عقود تسليح سابقة. في صحيفة الزمان، عبد المهدي يخير الإقليم بين تسليم النفط أو قطع المستحقات. في البصائر، أكثر من 1000 دونم تطاله النيران وحكومة بغداد تهون من المسألة. في العرب اللندنية، العراق يبحث عن دور الوسيط بين واشنطن وطهران. في العربي الجديد، طهران تؤكد تراجع إدارة ترامب وواشنطن تتحدث عن وقف التهديدات. في القدس العربية، السودان، المعارضة تدعو للإضراب بعد إصرار الجيش على التحكم في المجلس السيادي. في صحيفة الحياة، مبعوث الأمم المتحدة يحذر من حرب طويلة ودامية في ليبيا. السلام عليكم. تحتدم الأزمة الأمريكية الإيرانية، وتشير التقديرات الأولية لنتائج ما يجري أن خلاصة القادم أن قوة وقدرة إيران لن تكون كما كانت قبل الأزمة. طلعت رميح يرى في موقع الهيئة نت أن إيران خلال وبعد الأزمة الحالية ستكون في وضع ضعف، وفي الحد الأدنى ونتيجة للحصار الاقتصادي الحالي ستضعف قدرة النظام الإيراني على الصعد الداخلية والخارجية. يمكن القول بأنه أيا كانت طريقة حسم الصراع الراهن بين إيران والولايات المتحدة سلما عبر التفاوض أو حربا عبر العمل العسكري، بل وحتى لو طال زمن الصراع الجاري حاليا وفق الآليات المعتمدة من الولايات المتحدة حاليا، فالمؤكد وحتى مع الوضع في الاعتبار أن لدى إيران خطة بديلة، أن التوازن الراهن بين الطرفين المحتلين للعراق سيشهد تغييرا. والأرجح في ظل التوازنات الكلية الراهنة أن الطرف الإيراني هو المرشح للضعف في العراق بالنظر لتوازن القوى في الصراع الجاري. حل الصراع الجاري تفاوضاً، وبحكم أن العراق ضمن النفوذ الإقليمي الإيراني المشار إليه في مدونة السلوك التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي لإيران، وحل الصراع عسكرياً وفق حالة الحشد العسكري الأمريكي المستجد، إضافة إلى القوات الأمريكية الموجودة في القواعد الأمريكية التي تطوق إيران، سينتج عنه ضعف النفوذ والدور الإيراني في العراق نتيجة لتلك الأزمة والصراع على الأقل بالمعنى المباشر. تلك الحالة الجديدة لتوازنات القوى بين طرفي الاحتلال يمكن لها أن تحدث تغييرات من المهم متابعتها ووضع تقدير موقف للتعامل معها من الآن، بعيداً عن فكرة الانحياز لهذا المحتل أو ذاك بطبيعة الحال. الكاتب يتوقع يتزايد دور القوى الإقليمية الأخرى في داخل العراق، وستطرح في الإعلام قضية ملء الفراغ الناتج عن الضعف الإيراني، وفي الأغلب ستدفع الولايات المتحدة نحو تصعيد الدور الإقليمي في العراق تحت قيادتها بطبيعة الحال، وسواء إن صحت تلك التوقعات أو لم تصح، فالأمر يحتاج إلى متابعة الموقف ووضع تقدير محدد له. يحاول أي نظام محاصر يجد طبول الحرب تقرع على مسافة منه أن يدفعها بعيداً، فكيف إذا كانت عقيدة ذلك النظام تصدير الفكرة والثورة؟ رشيد الخيون يقول في صحيفة الاتحاد الإماراتية إن هذا ما تفعله إيران، حيث أسست قطاعات لحرسها الثوري، والعراق أكثر البلدان التي نبتت فيها الميليشيات، وأفضل ما فيها بالنسبة لإيران أن جنودها عراقيون، فمن حقها العقائدي أن تقاتل بآخر عراقي، لأن القتال غرضه حمل الرسالة الإلهية كما تقول. اتضح أن هذه القوى المسلحة والأحزاب الدينية عموماً لا يهمها أمر العراق بشيء، منها الذي طالب بدفع خسائر الحرب لإيران، وليس بعيداً أن إيران قد استوفتها عبر
طرق ملتوية، غير أن أخطر ما ستقدم عليه هذه القوى سيكون في المواجهات بين إيران وأمريكا. فقبل ذلك كانت مهمتها بتنفيذ شعار المقاومة على الأمريكان، ومنها تبني اغتيال الكادر العراقي غير المنسجم مع إيران لانتهاز فرصة خروج الجيش الأمريكي كي يفسح المجال لإيران في التفرد بالوضع العراقي. وهذا ما حصل. ما بعدها صارت المهمة الإيرانية العمل على عدم السماح باستقرار العراق، لأن العراق غير المستقر يبقى حديقة خلفية لها تزرعها وتحصدها كيف تشاء. من قال خلال الحرب العراقية الإيرانية: إذا قال الإمام الخميني حرب يعني حرب، وإذا قال سلم يعني سلم. وآخر كلف بعمليات إرهابية ضد مصالح العراق والدول التي ليست على وفاق مع إيران وغيرهما، كثير يعدون الآن من كبار قادة فروع الحرس الثوري داخل العراق، وهم لا يعبؤون إذا حصلت المواجهة جعل العراقيين رهائن ومتاريس دفاعا عن الجمهورية الإسلامية، مثلما ينطقونها من دون الإيرانية على أن العراق جزءا منها. الكاتب يرى أنه يصعب فرز موقف عراقي داخل الميليشيات بل والأحزاب الدينية، فالذي يطلع على خطاب تلك الجماعات والأحزاب في هذه الأزمة يجده إيرانيا، وهو خطر ما بعده ولا قبله خطر عندما يصبح العراقيون رهائن لقرابين كقرابين لإيران. قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب لا يسعى إلى خوض حرب مع إيران بقدر رغبته في الضغط عليها من أجل التوصل إلى اتفاق في عدة ملفات. وترى الصحيفة في مقال للكاتب جيرالد سي إنه رغم حالة التصعيد غير المسبوقة بين إيران والولايات المتحدة، والتي شهدت انتشاراً أمريكياً في الخليج العربي هو الأكبر منذ غزو العراق عام 2003، فإن ترامب عاد وخفف من وطأة ذلك عندما قال في تغريدة له إنه متأكد من أن إيران سوف تتحدث إليه قريباً. من المؤكد أن ترامب لا يسعى إلى نزاع مسلح مع إيران، فلقد سبق أن سعى إلى تجنب مثل هذه النزاعات بالعراق وسوريا وأفغانستان وحتى مع كوريا الجنوبية، بل لم يتحرك عسكريا في فنزويلا رغم أن الأمر كان مطروحا. ويرى الكاتب أن ما يسعى إليه ترامب وفريقه هو استخدام العقوبات الاقتصادية من أجل مزيد من الضغوط غير المسبوقة على إيران لتحقيق هدفين: الأول خنق إيران اقتصادياً لزيادة وتيرة الضغط الشعبي على النظام، وهذه ليست استراتيجية تغيير صريحة لكنها قريبة من ذلك. إدارة ترامب تفعل أكثر من الضغط الاقتصادي على إيران، فهي جعلتها أكثر قسوة حتى وصلت إلى مرحلة منع إيران من تصدير نفطها والوصول به إلى صفر صادرات. أعقبت ذلك سلسلة من العقوبات التي استهدفت قطاع التعدين وإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية. والهدف الثاني الذي تسعى إليه إدارة ترامب من خلال تكثيف الضغط على إيران هو إجبار قادة النظام على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، وربما مع الرئيس ترامب نفسه، وهو أمر يبدو غير معقول في ظل الأجواء المشحونة حالياً. وبحسب الكاتب فإن مخاطر سوء التقدير موجودة دوما، وهي في الحالة الإيرانية عالية، فقد تلجأ إيران إلى تحريك قواها الإقليمية في المنطقة لتخفيف حدة الضغط الاقتصادي، ويعني هذا أن الأمور يمكن أن تتدهور، خاصة إذا بدأت ميليشيات إيران باستهداف مصالح أمريكية. بعد أكثر من عقد ونصف العقد على منهجية التدمير الإيراني للعراق، صارت جلية وواضحة المخاطر التي يحملها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني مع كل حضور شخصي له إلى العراق. حامد الجيلاني يقول في صحيفة العرب اللندنية إن سليماني يخوض طولا وعرضا في تقرير مصير العراق منذ الاحتلال، فما بالنا عن دوره في مرحلة الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران وتصعيد العقوبات الاقتصادية وتجديدها بتصفير صادرات النفط. النظام الإيراني
بدأ بإشعال الحرائق في العراق لتشتيت الأزمة بين طرفي الصراع، وذلك ما خرجت به غرفة العمليات المشتركة لميليشيات الحرس الثوري بقيادة قاسم سليماني أثناء زيارته الأخيرة التي أريد لها أن تكون سرية. خلية الأزمة تقتصر على غرفة العمليات المشتركة لميليشيات الحرس الثوري التي تتدبر شؤون وشجون المواجهة مع الولايات المتحدة على أرض العراق وكيفية تنفيذ ما تقرره ولاية المرشد بعيداً عما تقرره معروضات الدبلوماسية للرئاسات الثلاث من حماية المصالح الأمريكية وتأمين مبنى السفارة. ينتقل العراق من مفاجأة إلى أخرى ومن كابوس إلى آخر، فبعد كوارث الحرب الأهلية والإرهاب وتدمير حواضر المدن العربية لأسباب ودواعي مختلفة مع ما رافقها من غنائم الأحزاب وفسادها المالي والإنساني، يجرب العراقيون مأساة انتحار إنسان بلاد الرافدين ونفوق الأسماك المباغت وجفاف الأنهار وتلوثها ورحيل المحاصيل الزراعية الشهيرة نتيجة التخريب المتعمد الذي يصب في خدمة الاقتصاد الإيراني. حرائق حقول محصولي الحنطة والشعير في المحافظات المنكوبة بالإرهاب مع بداية موسم الحصاد وبالطريقة التي جرت بها وبامتداداتها وتعدداتها وفوارق المسافات ما بينها تدلل على أن الحرب الأمريكية الإيرانية حطبها سيكون العراق، كما قال السفير الأمريكي. الكاتب يرى أن هناك شواهد كثيرة على ذلك ويمكن ملاحقتها في القنوات الإعلامية التابعة للأحزاب والميليشيات الإيرانية التي تقلل من أرقام الخسائر وتستخف بها أو تتناقض في إلقاء التهم ثم نفيها ترى على تنظيم داعش أو التناحر بين مافيات الفساد أو الاحتباس الحراري أو جهل المزارعين. من يعتقد أن درجات الحرارة أو حادثاً عابراً حرق الآلاف من مزارع الحنطة الجاهزة للحصاد وقبلها إبادة ملايين الأسماك جاهل لا يعرف أساليب الحرب الاقتصادية والنفسية التي تنهك الشعوب دون الحاجة لحرب تقليدية. هاشم حسن يرى في صحيفة الزمان أن ضعف الرؤية الاستراتيجية للحكومة لأبعاد الصراع الإقليمي والدولي ومعركتنا الداخلية مع حيتان الفساد وديناصورات السياسة كلها عوامل كانت تؤشر احتمالات حدوث مثل هذه الأعمال الإجرامية. كان من المتوقع أن تتورط دول ومافيات ومجموعات إجرامية توافرت لها نفوس ضعيفة في الأجهزة الأمنية والحكومية لتنفيذ عمليات حرق لمحصول الحنطة في صلاح الدين وديالة والنجف والموصل، وسبقها إبادة الأسماك وإنفلونزا الطيور الذي دمر حقول الدواجن وإدخال الأغذية الفاسدة من الخارج وانتشار المخدرات بأنواعها المختلفة وإشاعة ثقافة الفساد والانحلال الأخلاقي والتمرد على القوانين والتقاليد، ومن مظاهرها انفلات بعض العشائر والمجموعات المسلحة ودفع الشباب للعبثية بل الانتحار. كلها مظاهر عمليات نفسية مخطط لها لتدمير الدولة العراقية وتخريب نفسية الإنسان. وبصراحة تامة ما زلنا نتعامل مع هذه الحرب القذرة بأساليب تقليدية لا ترقى لمستوى الأزمات والمؤامرات والتي يحتمل أن يتورط فيها الصاحب والصديق والحليف والأدوات البشرية من أبناء جلدتنا من فاقدي الشرف والضمير وغياب الولاء لوطنهم وخيانة شعبهم. المطلوب تنبيه الناس ودفعهم لحراسة حقولهم وممتلكاتهم ويقظتهم في وقت مبكر لرصد هذه الأساليب القذرة وإحباطها شعبيا وفي مهدها الأول، وليس انتظار الكارثة لنتبادل الاتهامات لتستكمل الجريمة أبعادها الخطيرة إعلاميا بالتشهير وتبادل الاتهامات ودفع الإنسان بعيدا عن الإنتاج والاتجاه للاستهلاك والاستيراد. الكاتب يدعو العراقيين إلى اليقظة وتحمل مسؤولياتهم وحراسة ممتلكاتهم بأنفسهم وعدم انتظار المعجزة من حكومة لا تستطيع أن تطبق القانون وتحمي نفسها من المافيات،
وبرلمان يفكر في تحسين أحوال الأعضاء ويحقق رغباتهم وأحلامهم في حياة مرفهة تعويضا لسنوات حرمانهم، ويترك الشعب فريسة للكوارث والمؤامرات. أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تنوي تنظيم ورشة اقتصادية تحتضنها البحرين يومي 25 و26 من حزيران المقبل، تكون بمثابة الشطر الاقتصادي الاستهلالي من صفقة القرن التي تواصل إدارة ترامب الحديث عنها منذ سنتين. صحيفة القدس العربي ترى في افتتاحيتها أن هذه الخطوة تبدو بمثابة وضع عربة الصفقة أمام الحصان، لسبب جوهري هو أن هذه الإدارة تحديداً هي آخر جهة يحق لها اقتراح مشاريع سلام بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال الإسرائيلي. لقد أعطى ترامب دولة الاحتلال كل الأسباب التي تتيح لها رفض المفاوضات أو التعنت فيها أو إفشالها أيضاً، ابتداء من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وليس انتهاء بإقرار سيادة الاحتلال الإسرائيلي في الجولان. وفي المقابل زود ترامب الفلسطينيين بكل الأسباب التي تجعلهم يمتنعون عن منح الثقة لهذه الإدارة، ابتداء من تقليص المساعدات لمنظمات الأمم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين، وليس انتهاء بإغلاق مكتب بعثة فلسطين في واشنطن. السبب الجوهري الثاني هو أن البحث عن السلام من بوابة الاقتصاد ليس أمرا جديدا في تاريخ النزاع العربي الإسرائيلي، فقد تم تجريبه في الماضي وكان بندا دائما على غالبية مشاريع التسوية منذ بدايات الصراع، وانتهى دائما إلى فشل ذريع أو انقلب إلى الضد في الواقع. ولهذا فإن إعلان البيت الأبيض عن مسعى استدراج عشرات المليارات من الدولارات لن يصنع فارقا عن مساع سابقة ما دامت المليارات لا تخدم الحل السياسي أولا ولا تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، كذلك سوف تظل المحاولة عقيمة ما دامت صفقة القرن هذه لم تعلن من عناصرها السياسية سوى إسقاط حل الدولتين. وتختتم الصحيفة بالقول إن هذه الورشة محكوم عليها بالفشل الذريع، لأن عربة تحمل 650 مليار دولار لن تفلح في اقتياد حصان السلام الجاثم خلفها، والمكبل أصلا بخيارات ترامب المعادية للفلسطينيين أولا، وكذلك بسياسات نتنياهو في الاستيطان وقضم الأراضي وقرصنة الأموال وفرض الحصار وسن القوانين العنصرية. طور المهندسون في جامعة كاليفورنيا في مدينة سان دييغو الأمريكية رقعة يمكن ارتداؤها بحيث توفر التبريد والتدفئة الشخصية في المنزل أو العمل أو أثناء التنقل. وقال صحيفة الشرق الأوسط إن الرقعة المبتكرة تعمل على تبريد أو تسخين جلد المستخدم إلى درجة حرارة مريحة يظل عليها على الرغم من تغير درجة الحرارة المحيطة، وهو ما يعطي الراحة الحرارية للشخص من ناحية، ويساعد في توفير الطاقة المستخدمة في تكييف الهواء والتدفئة من ناحية أخرى. ويرى الدكتور رينكون تشين أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة كاليفورنيا أن نسبة التوفير في تكاليف التبريد بنحو 70% إذا ارتدى الشخص هذه الرقعة، لأنه لن يحتاج إلى خفض درجة الحرارة في فصل الصيف إلى مستويات منخفضة جدا، أو يرفع درجات الحرارة في فصل الشتاء لمستويات مرتفعة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.